تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتوعية باضطراب طيف التوحد الذي يصادف الثاني من شهر إبريل من كل عام. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان استمرار الوزارة في تطوير وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لهذه الفئة، مشددا على حرص الوزارة على دعم الجهود الوطنية لرفع الوعي بمفهوم اضطراب طيف التوحد والارتقاء بمستوى الخدمات التأهيلية والتعليمية لإثنى عشر مركزا أهليا معني بالأشخاص ذوي العزيمة. تأتي مناسبة هذا العام تحت شعار أطفال التوحد هم أطفال التميز والنبوغ، وهي مناسبة لتأكيد حرص البحرين كشريك فاعل في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بالتوعية بحالات التوحد عبر الشراكة المجتمعية ومساندة الجهود الوطنية بجعل المجتمع قادر على تلبية احتياجات هذه الفئة من الأطفال والعمل على إدماجهم في مختلف مجالات الحياة.